تقريرنا اللي جاي هيكون عن الحفل اللي جمع نوال الكويتية وعبادي جوهر في دبي. تعالوا نشوف مع بعض. ليلة غنائية مليئة بالطرب الخليجي عاشها جمهور مسرح المجاز مع النجوم عبادي الجوهر ونوال الكويتية. بداية الحفل كانت مع عبادي الجوهر وكعادته كان للعود ظهور بارز في أغانيه. ما يكفي لا أما نوال فتألقت في ظهورها الأول على مسرح المجاز. مسرح المجاز مهم بالنسبة لي، سعدت صراحة أنهم اختاروني ضمن المطروح أساميهم أني أغني على هذا المسرح الجميل. فخامة المسرح وبنيان المسرح، اهتمام إمارة الشارجة نفسها في هذا المسرح شيء وايد جميل أكيد. وبجانب تألقها في الغناء أطلت علينا بفستان مميز من الجولد والسيلفر مع تسريحة شعر سيمبل. وردت نوال على منتقدي دموعها خلال زيارتها الأخيرة لمركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة. الله يعلم أنا ما سويته عشان الشو عشان أوري إني أنا يعني، لا أنا استانست وانبسطت عشان أهما فرحوا واستانسوا وغنينا مع بعض ولعبنا مع بعض ولون يحتاجون هذا، هما أكيد ما حد عنده مانع يعني إنه يسوي هذا العمل الخيري، بالعكس راح ينبسط فيه. ورغم خبرتها الكبيرة في عالم الغناء ما زالت نوال تسيطر عليها مشاعر القلق قبل أي حفل. طالما بعدي ما طلعت على المسرح فأنا متوترة وخايفة نفس الشيء هني أو أي مكان في العالم، بمجرد ما أطلع وأغني أول أغنية وخلاص صير في تواصل بيني وبين الناس يخف يروح هذا التوتر. وكان ضمن الحضور ابنتها حنين.